اليوم أتحدث عن إسقاطات كاتب النص. كتابة النص خطيرة جدا، خاصة من خلال إعادة وإحياء التراث والذكريات، وخاصة الأشياء الموثقة تاريخيا. اليوم كيف كتبت النص بطريقة ثانية؟ دورة 37 ممكن تكون هي 40، بس كورونا اللي بعدت هذا المهرجان لسنوات بسبب الوضع الصحي، لكن اليوم كيف ممكن أن نكتب نص يواكب التطور والتكنولوجيا والحداثة ويتعامل مع فكر أطفال وموسيقى ورقصات ويوثق حقب تاريخية حقيقية للأردن، نحاول أن الآخر أن يشخص بأن هذه الحقب هي حقب حقيقية بالنسبة للأردن، وأيضا نظهرها للآخر بشكلها الحقيقي. أوبريت نهر الذهب أولا يعني هو يحاكي المسرح الغنائي نوعا ما في جانب منه، يعني هذا اللي كان أول شيء اللي هو مبني على الأسطورة والتاريخ طبعا والدين في جانب منه، وهذه الثيمات الثلاث تحتاج إلى لغة خاصة فيها، طبعا لغة قريبة إلى لغة الشعر، اللغة الغنائية، يعني هناك في هناك تقديس للكلمة فيه، وراعيت هذا عندي كتابتي للنص طبعا بمساعدته. احنا كنا فريق واحد، يعني كنا نكتب لوحة يكون هناك في حديث، هناك في تعديل عليها، لأن أحيانا الكلمة عندما يتناولها الموسيقي مثل طلال أبو غالب يحس أنه في هنا كلمة قد تكون حر، ولهذا كان العمل الجماعي ضروري منه. إنما بخصوص أنه كيف استحضرنا هذا الإرث التاريخي وحكينا المكان وقدمناه بشكل يلائم الجيل الجديد، يلائم الشباب، لأن الشباب أحيانا قد لا يكون يعرف هذا التاريخ، صح، وليس الشباب غير المتخصصين في جزء من التاريخ لا يعرفوه. ولهذا عندما وجدت الأدوات الجاذبة لتقديم هذا التاريخ كان المنجز، لأنه جرش أنا بعتبرها هي مدينة ثقافية بامتياز، وهي قريبة من جدارة، جدارة أم قيس القريبة. جدارة كانت مدينة العلماء والشعراء، كان فيها أرابيوس اللي استثمرناه في أيها المار من هنا مثل ما كنت الآن ها أنا، وهذا يتحدث حول نقش، نتحدث عن إحياء النقوش لتقديمها بشكل مناسب. كل فترة لها تاريخ الخاص فيها، أيضا لها ثقافتها الخاصة فيها، ولها لغتها الخاصة فيها، لها موسيقاها الخاصة فيها اللي تحدثنا فيها، ولهذا كانت اللوحات مدروسة بكل هذه النواحي وتقدم. لاحظتوا الشاشتين هذه تحاكي الواقع، بينما المسرح في جانب منه يحاكي التاريخ، في جانب آخر يحاكي الحياة، يعني فأنت أمام ثلاث مستويات للمسرح تتحدث حول جزء منه فيه خيال، جزء منه فيه واقع، جزء منه في حياة معيشة، دهشة ومتعة بالإضافة إلى النصوص التاريخية الموثقة عند المتلقي تكون بيها بالتأكيد. يعني والتاريخ يعني ثري ومحفز في كلها، يعني عندما تحدثنا الآن انتقلنا من فترة البيزنطيين، دخلنا إلى الفترة المسيحية، ثم إلى الفترة الإسلامية، كيف نريد أن نقدم شرحبيل بن حسنة وهو فاتح الأردن وفلسطين وكل بلاد الشام؟ دخلنا هنا إلى بلاد الشام، تحولت الموسيقى من الموسيقى البيزنطية أو التراتيل إلى موسيقى أقرب إلى الموشحات، يعني أقرب إلى روحنا الآن، روح العصر اللي نتحدث فيه، بعدين للدبكة، ولهذا وبعد وحتى الدبكة احنا دخلنا فيها أسطورة. الدبكة عندما كانوا قديما يعني يخبط بقدمه على الأرض كأنه ينادي أحد الآلهة القدماء، إله المطر، أنه غاب ويريدون أن يستجلبوه، ولهذا كان في البداية أيها الغائب أيها المحتجب عنا، ما قرأ طبول بالأقدام، نحن نستدعي هذا المحتجب حتى يأتي الغيب. ولهذا دخلنا في الأسطورة القديمة، أسطورة زيوس واستلهام زيوس، ولكن أكملنا هذا السطر الأخير من هذا الاستحضار بالغيثية وهو تراث شعبي.